فريق من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حل بتركيا، والهدف التحقيق في مجزرة الكيماوي التي وقعت في الرابع من الشهر الجاري في خان شيخون شمالي سوريا، وأسفرت عن وقوع 100 قتيل وإصابة حوالي 500 آخرين. البعثة ستعمل من خلال هذه الزيارة على تقصي الحقائق بجمع عينات بيومتريات وإجراء مقابلات مع الناجين. نتمنى أن تسفر نتائج هذه اللجنة عن إنزال عقوبات فعلية بالنظام السوري المسؤول الأول عن هذه المجازر. هذه هي الزيارة التي تعد المحطة الأهم قبل توجيه التهم رسميا للنظام السوري الذي ما فتئ يستعين بغازات قاتلة لإبادة السوريين، تترافق مع إعلان لا يقل أهمية لوزارة الصحة التركية التي قال رئيسها أن نتائج التشريح التي أشرفت عليه وزارتها كشفت عن استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون بشكل قطعي. التحقيقات أكدت أن السارين استخدم قطعا، ونتائج الطب الشرعي سيتم الإفصاح عنها قريبا. وكانت منظمة الصحة العالمية وبعد عملية تشريح لجثامين 3 ضحايا شاركت فيها في مدينة أدر التركية، أعلنت أن بعض الحالات ظهرت عليها مؤشرات إضافية تماثل التعرض لمواد كيماوية فوسفورية عضوية تشمل غاز الأعصاب. أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد أكد سابقا أن بلاده بحوزتها تسجيلات رادار تظهر المقاتلات التي قامت بقصف خان شيخون بالأسلحة الكيماوية، لافتا أن حلف شمال الأطلسي أيضا يمتلك تسجيلات مماثلة. في غضون 3 إلى 4 أسابيع إذن ستقدم البعثة التي قدمت إلى تركيا تقريرا إلى لجنة تحقيق أممية تقرر على إثرها من هو المسؤول عن استعمال الغازات المحرمة دوليا في سوريا، لكن تحقيقات مستقلة لدول كتركيا وبريطانيا سبقتها إلى ذلك وأعلنت أن استعمال غاز السارين قد تم بالفعل في إدلب وأن المسؤول عنها هو النظام. حنان نامق، الإخبارية، اسطنبول.